فتة البتنجان، وصفة حلوة جدا، مقاديرها بسيطة، تعمليها كده سهلة وخطيرة. ايه بقى القصة؟ بصوا، انا معايا مكعبات من البتنجان، مقلي مشوي براحتك. بتجيبي بتنجانية حلوة كده او اتنين، ومش لازم تقشريهم. انا يعني ما بقشرش البتنجان، بحب اكل بتنجان بالقشر بتاعه، ما اعرفش، انا بحبه بالقشر. وبنقطعها مكعبات، ويا اما بنشويها في الفرن وبتبقى طعمها تحفة، او لو عندك الاير فراير تقدري تشويها في الاير فراير برضو بتبقى ظريفة جدا، او نحمرها في الزيت، او نحمرها في شوية زيت صغيرين مش كتير، ويبقى عندنا البتنجان، خطوة البتنجان دي اتعملت تحفة. تمام، ومعانا شوية من العيش المحمص، عيش لبناني عيش مصري براحتك خالص، برضو بنقطعه مكعبات كده بالمقص او بالسكينة، وندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، هياخد له تقريبا 10 دقايق. ونبقى برضو نرش عليه كده زي ما اتفقنا، احنا عايزين نحط زيت في بخاخ، ده بيفرق جدا. نرش على صينية الفرن كده من الزيت بالبخاخ كده، ونقوم حاطين فردين العيش، ونرش تاني فوق العيش شوية من الزيت بالبخاخ، ويدخل الفرن، فبياخد لون حلو وبيبقى مقرمش وطعمه ظريف، وبرضو ما خدش مننا زيت كتير ولا اي حاجة. ممكن تعملي في صينية الفرن نص العيش والنص التاني البتنجان، وتدخليهم الفرن هما الاثنين يتحمصوا كده ويتشووا. ما دام البتنجان متقطع مكعبات صغيره، يبقى هياخد نفس الوقت اللي هياخده فيه العيش عشان يتحمص. تمام، ومعانا شويه من الحمص المسلوق. طبعا انتوا عارفين دلوقتي برضو في معلبات من الحمص موجوده في السوبر ماركت، لو عايزه تجيبيه على طول يبقى مسلوق وتمام، بس لازم تشطفيه من الميه اللي هو محفوظ فيها في العلبه اللي هي الكان اللي موجوده دي، لازم تشطفيه تحت الميه الجاريه قبل ما تستخدميه. او نجيب كيس حمص عادي خالص، وفي ميه بتغلي على النار فيها رشه خفيفه جدا من بعيد كده من الكمون، وننزل بالحمص لغايه ما يتسلق. حلو الكلام. يجي بقى عندنا ايه؟ صلصتين هنعملهم للفته الحلوه دي، صلصه حمراء وصلصه تانيه بالطحينه. الصلصه الحمراء عباره عن ايه؟ معايا كوبايه من عصير الطماطم المضروبه في الخلاط، تمام، يعني تقريبا 4 طماطميات حلوين كده حجمهم وسط مضروبين في الخلاط، وهنحط معاهم معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، معانا تقريبا 3 فصوص من الثوم المفروم، معانا معلقتين كبار من دبس الرمان، وملح وفلفل. هما دول كده مع بعض الصلصة الحمراء، وهنحطها على النار علشان ايه؟ يغلوا كده ويدخلوا في التسوية. الصوص بقى بتاع الفتة اللي هيبقى بالطحينة عبارة عن ايه؟ معانا علبتين من الزبادي، اللي هو الزبادي العلبة الصغيرة اللي احنا بنتعشى بيها دي، هنحضر منها علبتين، ونحط عليهم نص كوباية من الطحينة الخام، هنحط عليهم فصين من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من عصير الليمون، وملح وفلفل، ومعانا بقى مية دافية كده نفضل نحط فيها شوية بشوية لغاية ما نظبط سمك الصوص بتاع الطحينة والزبادي ده. أول حاجة محتاجين نحط زيت عشان ندي كده ايه؟ تشويحة خفيفة للثوم. انا حطيت زيت، نعلي النار شوية بقى، ومعانا ثوم يعني فصين ثلاثة كده من الثوم المفروم. عايزة بس كده ايه؟ اشم ريحة الثوم قبل ما يغمق ولا اي حاجة، عشان كده ما كنتش مسخنة الحلة قوي، لان هحط الثوم هلاقيه على طول اغمق، فانا عايزة بس كده ايه؟ ياخد له لون خفيف احس بريحته. بعدين نقوم حاطين الطماطم المضروبه في الخلاط، ومعجون صلصه الطماطم، والملح والفلفل، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، ونحضر صوص الطحينه. هنحط الزبادي كده، ونحط الطحينه كده اهو، ونحط الثوم وملح وفلفل، ملح فلفل وعصير ليمون، ونقلب الكلام الحلو ده كده لغايه لما ايه؟ ياخد قوام ظريف، ونحط كده ايه؟ شويه من الميه الدافيه بس، خلصت على طول ولا اي حاجه. زبادي وطحينة وملح وفلفل وليمون وتوم طبعا. هنا انا شميت ريحة التوم اهو زي ما انتم شايفين. ننزل على طول بالطماطم المضروبة في الخلاط، وهنحط معلقة من معجون صلصة الطماطم، ملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا دبس الرمان الظريف ده كده اهو،
ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. نجيب الطبق بقى اللي احنا هنقدم فيه اهو، وهحط العيش المحمص الحلو ده هنا كده اول حاجه، ومعانا من الصوص الطحينه الحلو ده هنحطه كده على العيش. انا حطيت البتنجان والحمص على العيش، وهحط تاني من صوص الزبادي كده اهو، الزبادي بالطحينه، وكمان هنحط الصوص الاحمر دلوقتي حالا معاهم. انا خلصت الفته، بصوا بصوا شكلها، بصوا لذيذه لذاذه ازاي. عايزه بس كده شوكه ومعلقه وتاكلوها بالصوص الحلو اللي احنا حطيناه معاها ده، تجنن.